الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه أخبرنا سعيد بن إبراهيم وساق السند لأبي مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ست خصال من الخير: جهاد أعداء الله بالسيف، والصوم يوم الصيف، وحسن الصبر عند المصيبة، وأن تدع المرأة عند محق، وتبكير الصلاة يوم الغيم، وحسن الوضوء في اليوم الشاتي. قال: أخبرنا حسين بن محمد الفرضي وساق السند إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل له: حدثنا عن رسول الله حديثا ليس فيه اختلاف. رضي الله عن أبي ذر صلى الله عليه وسلم فقال: من أنفق زوجين ابتدرته خزنة الجنة، ومن مات له ثلاثة من ولده أدخله الله بفضل رحمته إياهم الجنة. ست خصال من عمل بهن استحق حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف، والصوم، ومبادرة الصلاة في يوم الدجن، وإسباغ الوضوء في المكروهات، والصبر في المصائب، وترك المراء والمرء صادق. وساق السند إلى محمد بن إبراهيم الأصواني قال حا، وساق السند إلى سعيد بن عميرة قال حا، قال ساق السند إلى عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن كامل، وساق السند قال حا، وقال ساق السند إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: ست من كن فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، والصيام في الصيف، والتبكير بالصلاة في يوم غيم، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وترك المراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصيبة. وساق السند ماشي، اختم الباب اختم الباب. ساق السند الدرداء وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك وماثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذروا المراء، فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في وسطها ورباطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق. جزاكم الله خيرا، يعني أهيب بطلبة العلم والإخوة الأفاضل والفضلات الدعاء للأخت الفاضلة أم مريم. هي الآن تعمل عملية، وهي من أفضل الأخوات، من فضلات الأخوات جدا، لها فضل كبير جدا على الأخوات في المجلس، وأيضا على نشر الدعوة وطباعة الكتب. فأرجو منكم الدعاء، نسأل الله أن يشفيها ويتم عليها الشفاء، ويطيل في عمرها ويحسن في عملها، ويستعملها ويجعل مساعيها في مرضيه، اللهم أمين رب العالمين. أرجو أن الجميع يدعو لها، بذلك فيكم بفضل خير الناس. أقول إخوتي الكرام، هنا في حديث ست خصال، هذا حديث فيه ضعف، بل إسناده ضعيف جدا. ست خصال من الخير: جهاد أعداء الله بالسيف، وهذا أعظم ألوان الطاعات، الجهاد ذروة سنام الإسلام. وقد قال: جاهد المنافقين والكافرين والمنافقين واغلظ عليهم. وقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالغرض المقصود الجهاد، هو أفضل ألوان العبادات، ذروة سنام الإسلام. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والصوم يوم الصيف، يعني في الحر، لأن في الحر في أمران، أولا طول النهار، والأمر الثاني شدة الحر وتبلغ الأمر والاحتياج إلى الماء، وحسن الصبر عند المصيبة. إذا وقعت المصيبة فحسن الصبر فيها هو أفضل الأمور، وحسن الصبر عند المصيبة، وأن يصبر صبرا لله جل في علاه، حسن الصبر عند وقوع المصيبة. وهو في قول الله تعالى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأن تدع المرأة وأنت محق. وقلنا بأن أفضل الأمر أن يجاهد المرء نفسه فيترك المرأة. اللهم أمين. مع عبد الحي، رجاء أرجو من حضرتك أن تطمنيني، أرجو من حضرتك أن تطمنيني. الله يا رب يتم عليها الشفاء، شفاء تام غير منقوص بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام: أن تدع المرأة وأنت محق، لأنه إذا لم تدع المرأة فإنه سيفسد ذات البين، وإنه سيكون فيه ما فيه الغلبة للشخص، وهذا تعبد للهوى وليس تعبد لله جل في علاه. وقد ذم الله الهوى في كل أحواله، قال: أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال أيضا لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وتبكير الصلاة يوم الغيم، يعني وهذا أصلا يتأتى في صلاة الفجر وصلاة العشاء، أعظم الصلاة أثرا في ذلك صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أثقل صلاة على المنافقين. قال: وحسن الوضوء في اليوم الشاتي، وهذا أصله في الأحاديث الصحيحة. قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء على المكاره. الحديث الثاني هو الحديث الصحيح: من أنفق زوجين ابتدرته خزنة الجنة.
وهنا زوجين يعني وجهين روحين، والآخر زوجين ابتدرته خزانة الجنة وهم حراس الجنة. ومن مات له ثلاثة من ولدي أدخله الله بفضل رحمته يوم الجنة. هو يقول ماذا قال عبدي؟ قال حمدك أسترجع، حمدك أسترجع. وست خصال من عمل بهن استحق حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف، قلنا ذروة سلام من الإسلام الجهاد، والصوم. الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصوم جنة، الصوم جنة، وقال الصوم لا عدل له. ونحن في أيام شعبان، وأيام شعبان أفضل الطاعات فيها كثرة الصيام، والنبي كان يكثر من الصيام في شعبان، ويقول ذاك شهر بين رجب مضر ورمضان يغفر عنه كثير من الناس، أحب أن يرفع ويرفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. ومبادرة الصلاة في يوم الدجن يعني الظلام، وفي رواية قال بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، وإسباغ الوضوء على المكروهات والصبر في المصائب. وهنا كما قلنا يعني إسباغ الوضوء على المكاره فيه رفعة، فيه صدق عبودية، فيه المسارعة لطلب الخيرات من رب الأرض والسماوات. والصبر في المصيبة: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال وترك المراء والمرء صادق، يعني المرء صادق وعنده يعني العلم يعلمه، لكنه يرى من الجهل في النقاش، ويرى من الهوى والتعصب ما يمكن يسكته عن الأمر. قال اترك المراء، فمن تركه لله جل في علاه فاز وحاز السبق وارتقى. ولابد من وصف الإنسان بهذا الوصف أنه يكون صادقا. ست من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، قلنا ذروة سلام من الإسلام الجهاد، الجهاد في سبيل الله، والصيام في الصيف في اليوم الحر الشديد، والتبكير في الصلاة، والتبكير في الصلاة كما قلنا السرعة إليها في يوم الغيم، وأسباغ الوضوء في اليوم الشاتي. وهذا كله خروج عن النظائر، يعني كل الذي ذكر كله خروج عن النظائر، لذلك يعجب ربكم من الخروج عن النظائر في أربعة. وترك المراء وأنت تعلم أنك صادق، يعني تترك الجدال وأنت تعلم أنك صادق، والصبر عند المصيبة. ختم الباب: ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في وسطها ورياضي ورباضية وعلىها، يعني في حفتها وفي الوسط وفي الأعلى، لمن ترك المراء وهو صادق يعني والحق معه، يعني والحق معه. فهذه مسألة مهمة جدا فيها ترك المراء، ولأن التمسك بالمراء والجدال والمغالبة هذه هوى، والهوى أصعب ما يمكن للإنسان أن يجابهه حتى لا يقبل عند ربي جل في علاه. أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نعم. الفضل المستنبطة: الجهاد وذروة سلام الإسلام، فضل المبادرة إلى الطاعات، مسارعة إلى رب الأرض والسماوات، الصيام في اليوم الحر الشديد في الصيف، الوضوء على اليوم الشاتي شديد البرد، أيضا المبادرة إلى الصلاة في الظلمات، هذه كلها رفع للدرجات عند رب الأرض والسماوات. الصادق لا يجادل، الصادق لا يجادل، يظهر الحق ويمشي، يظهر الحق ويمشي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.